علاش قلتي بحال هكا؟ بان لك في وجهي زعما نقدر نكون مذيعه، وحنا تبارك الله عندنا المذيعات. عندي مؤهلات. بوركو با، كيعجبني نتواصل مع جمهوري بطرق مختلفة. ربما شفتي هذه المسألة لأنني كنت في انستغرام مؤخرا كنقوم بعض الوصفات ديال الطبخ، واقترح علي الجمهور ديالي في انستغرام أنني ندير برنامج خاص بالطبخ، وعجبتني الفكرة وكتدور في راسي، وكان بغيت نقدم شي حاجة في هذا المجال لأنه حتى هو فن المطبخ آخ، وانا كيعجبني فن المطبخ، وان شاء الله بوركو با لا كنت غندير شي تقديم ولا شي برنامج فهو غيكون من بعد الغناء، غيكون في المطبخ المغربي والعالمي. الطوندوس المغربي، الطوندوس المغربي ما عرفتش، كيجيني عشوائي. مره كتلقى فيه فضائح، مره كتلقى فيه جرائم، مره كتلقى فيه اغاني مخلطين مع كذا، ما كاينش زعما، كاين شي حوايج اللي ما كتستحقش انها تكون في طوندونس، لان ما غاديش تفيد الشعب المغربي، ما غاديش توصل معلومه للشباب الناشئ. فكان ما عرفتش شكون اللي كيتحكم في طوندونس. الا كانت جهه كتحكم في طوندونس فلا بد انها تغربل شويه، لان هذا الشيء كيسيء لمجتمعنا اكثر ما كيفيدو. حنا ما عندنا ما نديرو بشي حد اللي غا كيضحك وكيضحكنا، حيت حنا ما باغينش نضحكو، حنا باغين نتعلمو، باغين نمشيو بعيد بهاد البلاد. فخص واحد اللي كيستحق انه يبان في الطوندوس هو اللي يبان في الطوندوس. اما انسان اللي ما عنده حتى شي قيمه لا معنويه ولا فكريه، لا داعي لان تسلط عليه الاضواء. وهذه كذلك نصيحه مني انا كمواطنه او فنانه للصحافه، بلا ما تبقاو ديروا لي سبوت على الناس اللي ما عندهم حتى شي فائده. يعني الا بغيتوا تحلوا هذه الكاميرا وتعطيوا هذا الميكروفون، اعطيوه لشي حد اللي غادي يفيد المشاهد المغربي ويقدم ليه معلومه زوينه، ماشي يكلخوا. الجمال هو جمال اللي كينبعث من الداخل، فنقدر نلبس اجمل قفطان ونقدر ندير احسن ماكياج وما نبانش زوينه. النظره ديال العين اللي كيشوفها الجمهور وكيتقبلها وكيبغيها، خصها تكون حقيقيه، خصها تكون نابع منها واحد الحب. فكنعتقد هذا هو السر اللي كينبع مني انا وكيعرفوه الجمهور. لذلك انا ما كنهتمش بزاف بانني نكون دائما مطله على الجمهور بالمكياج وباللبس وهذا، لانه في اعتقادي ان الجمال بعيد على انه يتجمل، هو كاين بدون مكياج. كلمة أخيرة لأشواقع، كنتمنى لكم التوفيق، وكنتمنى تاخذوا بالنصيحة اللي قلت قبيلة، وكنتمنى منكم نشوفكم دائما في منابر إعلامية اللي هي كتفيد وكتستفد منها ساكنة المغرب كلها. شكرا.